وفي كل الدورات اللي يعني مثلا حتى السيد العبادي حاول يحارب الفاسدين والمفسدين، وايضا السيد الصدر وضع ايده بايد السيد العبادي، لكن وين كان دور الصدر يعني في وضع الفاسدين والمفسدين في قفص الاتهام؟ ما شفنا رجل كبير يعني من الفاسدين قفص الاتهام. البعض يتحدث، مو كلام هيفاء الحسيني، البعض يتحدث ربما هذه مزايدات سياسيه لكسب الشارع العراقي ومع اقتراب الانتخابات، والبعض يتحدث في كل مرحلة السيد الصدر يطلق هذه الحملة على الفاسدين، لكن يضعف برئيس الوزراء، يضعف بالخطاب الصدري أو ما أعرف. يعني الظاهر من قوة السيد الصدر أنكم الآن صرتم في الإعلام كلكم، ليست السيد حسين، إنما كل الإعلام يربط بين حركات رؤساء الوزراء وبين ما يفعل السيد مختلف الصدر، حتى أن الإعلام العراقي. أنا قلت مو كلامي، هذا كلام موجود يعني كلام الإعلام العراقي والعربي وأيضا من السياسيين، يعني كلام الإعلام العراقي والعربي، مو الإعلام، مو بس الإعلام، أصلا بالأمس كبار قنواتنا المحلية المعروفة تقول أن الجميع ينظر لكي يرى رأي السيد الصدر في مسألة تأجيل الانتخابات. هذا صار واقع لأنه يعلم السيد شابندر أن السيد مقتدى الصدر يسيطر على القلوب. نعم. وبل يسيطر على القلوب يحتل الدروب، واليوم حكم الشارع هذا فيما نعم. بعد 2013 حكم الجماهير. ليس من دور السيد مقتدى الصدر أن يأتي بزيد أو عمرو إلى السجن، ليس ذلك من صلاحياته. نعم. أنا أجيت على الموضوع وأنت فتحت هذا الموضوع. المؤسسات الدستورية، مؤسسات الدولة العراقية، مو الحكومة، نعم. غير قادرة على محاربة الفساد. العبادي، السيد العبادي، السيد مقتدى الصدر، كانت خطوة جبارة بسحب ثقة من رئيس الوزراء لدورتين، وكان يقول كلمته المعروفة أنه لن يفلح الدكتاتور، وراحت للعبادي، وكانت خطوة جيدة. وللأمانة نعم. خطاب السيد العبادي كان خطاب رجل دولة، نعم. لكنه كان ضعيفا في محاربة الفساد. فما الذي صنعه الصدر؟ ما أعرف يتذكر العم أبو عمر. الصدر طالب بإقالة حكومة السيد العبادي واستبدالها بتكنوقراط مستقل، معه زائد محاسبة جميع الذين أفسدوا منذ 2003 إلى وقت السيد العبادي. خلي نشوف السيد شابندر.